يلا. الآن هاي أهو هذا اتوقع جبناه في الامتحان، جبناه في فاينل. الامتحان دائما في الفاينل، صح ولا لا؟ في الامتحان النهائي. تمام. يلا، عملت ريما جدولا سجلت فيه الوقت اللازم حتى يبرد الماء الساخن في دوره من درجه حراره 95 الى 70، هنا قراءه بيانات، بدي يقرا البيانات. من 95 الى 90 اخذ دقيقتين و10 ثواني، 90 ل 85 اخذ 3 دقائق الى اخره، مثل ما مكتوب في الجدول. تمام، هلا لما يقول لي قدر، بده تقديري يعني تقريبي. ما بدك تحسب، ما بدك تجمع جمع كامل او تطرح طرح كامل، لا تقدر قرر. تقريبي يلا يجمع الدقائق. هلنا لحال يلا خلينا نجمع الدقائق، دقيقتين وثلاث دقائق، 5 و4 9 9 وستة6 خمستاش 15 خمسة 15 9 24 24 دقيقة كاملات. هذول من الدقائق. من الدقائق، خلصنا ال 24 دقيقة الكاملات هسه. هسه بس بصير نطلع من على الدور. الثواني نكمل على الستينات، لأن كل لا 60 ثانية تعطي دقيقة. بالضبط، كل عشان 60 من ثانية الخطأ اللي تعطي وأنا دقيقة. بصلح بالفاينال، شو اللي عاملينه؟ ايوه جامعينها معتبرين كأنه كل 100 ثانية دقيقة، يعني ماخذينها على فواصل ثقافة 20 جاهلية. يعني. أيوة، على فواصل 20. إذا هي 60 ثانية تساوي دقيقة. تمام. هاي مهمة جدا. يلا نجمع، يلا خلينا نجمع. هاي ال 55 ثانية تقريبا دقيقة. تمام، لو أخذنا لها 5 ثواني من مئتين فوق، من 10 لفوق، أيوه صحيح. بصير هاي دقيقة. تمام، وال 18 مع 48 مع ثمانية. الخمسة تقريبا دقيقة. و19 مع 43 قولي كمان دقيقة، دقيقة وشوي يعني. 27، يعني 3 دقائق مجمع هاي ثلاث تقريبا. دقائق تقريبا 27. 27 طب لو واحد كتب 27 ونص نقول له صح ولا غلط؟ هي تقديري، قد يكون صحيح تقديري تقريبا. ممكن يكون صح طبعا. اذا هون مطلوب من الطالب انه يكتب شرح. طب ايش الشرح اللي بدنا نكتبه؟ انه بده يقول هذه هي نجمع اللي استخدمها. الدقائق الكاملة اولا، ثم نقدر مجموع الثواني ونضيفه للدقائق، تمام. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 60 ثانية تشكل 1 دقيقة. دقيقة واحدة. يلا هاي رغد دخلت معانا.